في طريقنا الآن إلى أحد أشهر الأماكن السياحية. شوف بس عينكم على الجبل، عينكم على الجبل، أخذ بكم اطلع لك كذا على نكشت، استمتع في هالمكان الجميل. شوي بوريكم تحت حمامات ساخنة والنهر، كلش كاين ومزيان في ذمتك. ما صارت جعل أمرك طويل. هذا شيخ بدر العنزي، يلا حيا. مرحبا. أفضل وقت تزور هذا الشارع حسب تجربتي السابقة. مطار الماتي في كازاخستان. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. شوفوا مطارنا، سفاري، تجهيزات الرحلات. الماتي تعتبر واحدة من أجمل المدن الموجودة في آسيا الوسطى. وصلنا المطار والأجواء رائعة ودرجة الحرارة جميلة بالحين. طبعا الدخول إلى كازاخستان بدون تأشيرة للجواز السعودي. الموظف الجوازات ضرب الجواز بالختم، قال ادخل، لا طلب تذكرة ولا طلب حجز فندق ولا شيء. عشان في هالمطعم اسم الصنديق، هذا العام الماضي أكلنا فيه، والليلة نعاود العشاء فيه إن شاء الله. مرتب ورائع، بيعجبكم. شوف كيف المطعم وديكوره. طبعا هو هذا على الطراز الكازاخي، والأكل الكازاخي. طبعا الأكل هذا كله بناكل أكل كازاخستان إن شاء الله. عدة أنواع من القمح. طبعا في كازاخستان وآسيا الوسطى بشكل عام يحبون الدقيق بشكل كثير وكبير، لذلك انتم خبرين هم عندهم أنواع المخبوزات. هم هم في الخبز أبو خالد، اترك اترك الرز، الرز لا تأكل رز ما فيه. نعم، خليك على الله. الله الله الله، يعطيك العافية يا شيخ الياس، الله يحفظك يا راك، شرفنا بك، الله يعافيك. هذا ديبان ويحتاج هذا من العام هو معنا. طريقة تقديم رائع جدا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك. احنا نسميه مقلقل، انت وش تسمونه؟ كوردا. كوردا. والله ما شاء الله تبارك الله. وهذا على الحنين حينئذ. هلا شيخ يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. والله من الكرم، الرجل هذا كريم ورجل أنيق ورجل جميل، الله يعطيه العافية. والعام الماضي أكرمنا، الله يكرمه، ذبحنا ذبيحة كاملة. شكرا. وإحنا شخصين على نهر. شكرا. الله يعطيك العافية. شكرا لك، الله يعطيك العافية. طبعا اللي يزور دول آسيا الوسطى يشوف التكاتف العوائل والأسر، تلقى السفرة والطاولة عليها من الولد الصغير إلى الجد، الأب والأم والأخوان والأخوات. شعوب مثلنا بالعرب، مثل العرب بالضبط، متكاتفين. ما عندهم خلاص، يلا جاء 18 توكل على الله. لا ما عندهم. هذا الشاهي الكازاخي. شيخ يوسف، هذا اللبس التقليدي، هذا اللبس التقليدي حقهم بهذا الشكل. أوريكم، شايف هذا اللبس الرجال، هذا اللبس النساء. ها؟ النساء الرجال. طبعا هذا حق الخيل، والله نوم على الخيل صدق. أما التعب وش أحكيكم، 1500 فولت يعني، نتعب مرة كثير. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. صباح ريحة البخور وريحة القهوة، كيف أصبحتوا؟ عساكم خير. الآن جاءت وجبة الإفطار، بعد ما تقهوينا تخبرون، لازم الواحد أول شيء يتقهوى ويروق. عملة كازاخستان تسمى تينك، والريال الواحد يساوي 116 تينك، يعني زي العملة هذه 10,000، شايفينها؟ العملة هذه 10,000 تينك، تعادل 85 ريال. العملة هذه 10,000 الورقة الواحدة هذه تعادل 85 ريال سعودي. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير من الماتي في كازاخستان. اليوم طالعين رحلة وجولة، مو اليوم أصلا، الديرة كلها جولات وكلها سياحة. خلوكم معنا. طبعا أخذين الجيب هذا حق التجهيزات حق ألبر، طبعا عندهم مقانيس، واللي يبغى يقنص واللي يبغى يتمشى، والديرة عائلية، الديرة شبابية، اللي تبي بس. صح صح مع الصباح. شوف بوريكم شيء غير المباني اللي تشوفونها الحديثة. شوف الجبل هناك، هناك تشوفون الجبال الثلوج، ما شاء الله تبارك الله. نبي انت قهوة ان شاء الله في هالمنطقة، هذه منطقة المال والأعمال. هذا فندق الريتز كارلتون.
ندور مكان تقهوى فيه. ابو خالد صباح الخير. يا هلا صباح النور. يا صباح الزين، الصباح الاحمر. الله يسلمك. الله يحييك. كيف اصبحت اليوم؟ كويس الحمد لله. كويس. العظيم. شوف بوريكم شيء، شوف هذه منصة مشاهدة، وهذه منطقة تزلج في ايام الشتاء. تزلجون. هينا من الثلوج ما شاء الله تبارك الله. طلعنا في الدور 30 في فندق الريتز كارلتون، اساس بالتقهوة. ناخذ بكم اطلاله كذا على الماتي. بالتقهوة في مع المقهى هذا اللي في الريتز كارلتون. المقهى اللي برا زينه لكن برد برد. انا من قليله من القهوه السوداء على هالمنظر وعلى هالاطلاله. وش خليت؟ هذا الشيخ بتيل موجود في فندق ريتز كارلتون في ألماتي كازاخستان. حلا وقهوة وشوكولاتة في هالمكان الزين. شوف شوف شوف. انزل العالي. انزل. مرحبا. احنا في طريقنا الآن إلى أحد أشهر الأماكن السياحية الصيفية، وادي كوسكان. تبارك الله على هالوادي، على المكان الجميل. طبعا ان شاء الله بوريكم اماكن رائعه تشوفونها بعد شوي. هذا وادي كسكلان. طبعا شوف شوف ما شاء الله تبارك الله. شوف الكشات بوريكم يا شوف. شوف شايفين كشتي واجواء قسم بالله تفتح النفس. الخيل هناك شايفين الخيل مفليه. هذا عنده منقيه خيل رعيه ما شاء الله تبارك. شوف 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 شوف. بس عينكم على الجبل، عينكم على الجبل. شايفين الثلوج ما شاء الله تبارك. والجو رهيب ودرجة الحرارة رائعة. يلا نحلى روحي بعدي هالعالي. ما شاء الله تستاهل ورد وتعطيني ورد. يا لبا ما شاء الله طلعت الشعريه يا رشيد. عليكم السلام. يلا حيه كيف حالك؟ ان شاء الله اسف الخيل يا ولد. وصلنا هالمكان هذا في وادي كوسكال. راح نريح نكشت نستمتع في هالمكان الجميل وتشوف الغيوم والجو البارد. شوي بوريكم تحت حمامات ساخنه والنهر كلش كاين ومزيان في ذمتي. الله ما صارت. جعل أمرك طويل. هذا شيخ بدر النزي. يلا حيا. يا مرحبا. يا مرحبا بك. هلا يسلمك. هلا والله أبو عمر. على هالمكان الزين والجو الزين. هلا. وش خليت؟ هلا شيخ يوسف. مرحبا مرحبا. الله يحفظك ويرعاك. ما شاء الله تبارك الله. أبو خالد. يا مرحبا. الله حيا. المكان الزين. أنا أشهد. إي بالله. الناس الزينين. الناس الزينين. بس كلش كاين ومزيان. إي بالله إي بالله ما شاء الله. يا مال العافية والله يا بدر وش هالزين وش صادق انت والله العظيم يا والله ما يجينا عز منك ابو اي والله انا عزيز وغالي والله جاي منك الديار وطق لك فنجال والله ما صار ولا استر الله يبيض وجهك انزل حتى جت على فائقة اي والله بيض الله وجهك ان شاء الله تبارك الرحمن على هالجلسة والرواقة. الشيخ يوسف يا مرحبا يا هلا يا هلا هلا بالعالي يا مرحبتين بالغالي يا ولد زين ايش رايك؟ ما شاء الله نمدد الاجازه اخونا بدر الله يعافيك على اخ يوسف. طبعا هنا حاطين جاكوزي. طبعا هذا يقدرون يسوونه على الطريقه الحديثه لكن مخلينه على الطريقه التقليديه القديمه لاهالي كازاخستان كانوا يستخدمون بهذه الطريقه. ليش؟ اللي هو ساونا. طبعا حجر الحجر هذا مولعين تحت اللي هو الفحم والنار. بعد ذلك طبعا تسكره كذا ثم بعد ذلك يطلع يتروش في المويه البارده. يسوي ساونا ثم يتروش في المويه البارده وان بغى يسبح ما في مشكله. طبعا شوف هنا الفحم ذا يدخلونه يحطونه
يلبسون ويدخلون في الساونا ذا ومويه بارده حار وبارد 7 مرات. ليش؟ عشان يفتح المسامات ويقوي الجسم لان ديارهم بارده فيحتاجون يسوون هذه. ما انتم خبرين العادات والتقاليد. ودك ها طال عمرك العشة هذه أهل الشمال والناس اللي ديارهم باردة زي كذا، ودك تحط العشة هذه تحط الحطب فيها وتشب عشته كله، لو خلص الحطب خذ حطب العشة. حلو خذ حطب العشة. طبعا النهر هذا جاي بسبب ذوبان الثلوج اللي في الجبال اللي صورناها قبل شوي، وهنا تيجي تسوي ساونة وتروش مويه باردة وبعدها طلع من الله الساونة هذه. طبعا هذه الساونة التقليدية لأهالي كازاخستان قديمة. هذه كشتتنا في الماتي كازاخستان، بوريكم الجلسة حقتنا. شوف 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 هالأجواء ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كشتين أمورنا ميسرة يلا من فضلك. هذه جلستنا، شوف بس كيف الجلسة، العزبة والدلة فواكه، أمور طيبة ما شاء الله تبارك الله. إنها الماتي كازاخستان، شو رأيكم بس في هالغيوم وهالأجواء الرائعة والنهر تحت هناك. تخيلوا هالطبيعة هذه غدانا في هالكوخ ما شاء الله تبارك الله. شوف على الطبيعة وعلى هالأجواء الرائعة. طبعا أنا هنا جوا، شوف 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 قسم قسمات وش يفتح النفس. يا ولد يا ولد بردانين برد عالي برد عالي عقب المطر وعقب الاشياء عقب الجاكوزي الحار. الجاكوزي الحار البارد مولود من الجديد 7 مرات ما شاء الله. 7 مرات جديد مولود جديد. يلا يلا الله يستر عليك العالي. لا لا تعتبر غشنا انت بعد انت والله ما شاء الله. هذا رجع على طول تدفع اكيد والله العظيم. انت بس لونك داخل المعنى قطع الجبل عشان اجي والله ما اقدر قطع الثلج والله كسر الثلج. يا سلام يا سلام وش هالزين. هذا الطبق الرئيسي اللي هو اللحم والبطاطس. هذا طعام اسمه قردق او سرنق. في احيانا يختلف على اماكن. الذي جربنا في المطعم تعرفون ايوه هذا كان صغير وهذا اصلا هذا كبير. لا 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 وش خليت يا ابو حاتم. هلا وسهلا عز الله يا هو ضابط. سلمت يا ابو حاتم. سلمت يا مرحبا. الله يعافيك يا ابو خالد. سلمت يا مرحبا يا مرحبا. تقاو اشرب اشرب امسك كل سؤال فرصه. شوف 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 بالله وش رايكم في هالمكان. ثانك يو. هذا قسم بالله تجي هنا يرجع عمرك 10 سنين 13 سنه ونص زي كذا. رجعنا الى الماتي بعد التمشيه اللي قضيناها خارج الماتي. هذا اللي مزين الماتي انك من اول النهار الى اخر النهار تتمشى فربيع وتروح برا وتنبسط، اخر النهار تجي الى داخل المدينة تنبسط بالمقاهي بالمطاعم بالشوارع. والان عندنا جولة في هالمكان اسمه كوك توبا، يعني نطلع بالتلفريك فوق ونتمشى في مطاعم في مقاهي في مدينة العاب وملاهي كبيرة في المنطقة. نطلع التلفريك. كم أخذناها؟ شوف كم؟ 5000 يعني بحوالي 42 ريال. العام الماضي ركبناها ب30 ريال، كانت العام الماضي 3500 والآن زادت. اطلع فوق بالتلفريك ذهاب، طبعا هذه حقة ذهاب وعودة فقط. أخذنا تذكرة التلفريك ب30 ريال للشخص الواحد طلوع ونزول. نطلع فوق في القمة تفرج في الماتي من الأعلى. أبو خالد سلام يا أبو. شفت التلفريك هذا؟ ترى لو طول يوديك للثلج بس انه يقف هنا. هذه المرة الأولى بس. هذه معلومة ترى. إيه إن شاء الله. كوك توبا هذا اسم المكان اللي احنا وصلنا طلعنا بالتلفريك لمدة 6 دقائق ب40 ريال طلوع ونزول. تقدر تجيب التلفريك وتقدر تجيب السيارة عادي. طبعا فيها الحين هذه تاخذ بك لفة كاملة تركبها وتشوف
طبعا بصوركم الماتي من تحت الان، مطاعم، مقاهي، حديقه الله يعزكم، حيوانات مصغره اللي تبيه، كلش كاين ومزيان هنا في المكان ما شاء الله تبارك الله. كذا على الماتي من الاعلى، طبعا في الليل او مع غروب الشمس ما احلى من المكان. هذه اقدر اسويها انا عدي بالراحه، هذه يمكن رقيب اول، لا ما برقيب اول، كنت وكيل رقيب، بغيت اكذب عليكم، لا كلكم خابرين رتبتي العسكريه. رقيب اول سعيد حسين ابراهيم، ابراك سيدي، يلا اطلع، اقدر اطلع كذا تك 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 لين فوق بدون احبال. اقدر تجلس وتتقهوى وتشرب الشاهي وتشرب الماهي، والله هون بغيت تزحلق وبغيت تلعب مع الدب، انقز من دب على الدب. طبعا هنا القسم هذا كله طيور. هذا تحط عليه مرقه بدون بهارات كذا بس، سك والله سك. هذه لعبه المرايه، شوف تمشي كذا ما تدري انها تصاقه، شوف بس حطت شفت شوف صقعت، شوف تمشي كذا ما تدري انت وين ترايح، شوف تلف كذا هو الراح ايه منه. اعوذ بالله، بغيت اصقع. لعبتها حلوه حلوه مره. طبعا المنطقه هذه جميله جدا، تصلح الشباب وتصلح العوائل واللي معهم اطفال يستانسون فيها ينبسطون. موقع على اطلاله على الماتي يسمونها التله الاخضر، بارتفاع 1100 تقريبا 1100 متر. انت شوف الثلوج هناك فوق، اوريكم الثلوج، الثلوج على الجبال هناك. بعلمكم سالفة البيت المقلوب، البيت المقلوب هذا جو بيحطونه هنا وكانوا رافعينه بالرافعة، وانقطع الحبل حق الرافعة وانقلب البيت وطاح كذا، قال خلاص خلوه ما عاد نبغى بيت، خلوه ذكريات وخلوه معلم سياحي وسموها البيت المقلوب. تصدقون يا هلا مرحبا، ما تصدقون ايش اسوي بكم، الشكوى لله. تقهوى في هالمطعم على هالاطلالة، وبوريكم شيء دقيقة بس داخل المطعم، بدخل داخل المطعم بوريكم شيء، تعال. لا 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 يا ولد صورنا يا رجال، ما صور الا انا عشان الله اكبر. الحين ببيعكم المقطع ذا، تشترونه تحطونه في سناباتكم، ما رايك؟ انا شاهدته من نوك يشيل كذا بس، والله العظيم ما انتبهنا له، والله عربنا مش الحركه ثانيه بقروش كثيره. يلا هي وين راحت اللي ولع فيها؟ وين راح؟ هذا المطعم اللي احنا فيه طبعا في القمه حق كوكتابي، يعتبر مطعم فخم ولا عمري جيت الا هو مليان. هذه كوكتوب مدينه ترفيهيه للصغار والكبار والعوائل اللي معهم اطفال بيستانسون فيها، مثل ما شفتوا في التصوير فيها حديقة حيوانات، فيها مطاعم، فيها مقاهي، فيها القمر. الله الله. العاشرة مساء بتوقيت الماتي كازاخستان، هذا أشهر شوارع الماتي، شارع المشاه إربات. الشارع طوال اليوم طوال النهار يعجب السواح وأيضا يعجب أهل المنطقة والمسافرين. وكذا علامة أبغى تصدمني، رشيها بالماء. هذا كبرها من حاشة. لذلك احنا العام الماضي غطينا هذا الشارع مرتين واليوم نزوره. طبعا شارع عربات هذا عليها المقاهي والمطاعم والجلسات والكافيهات والناس اللي تتمشى، افضل وقت تزور هذا الشارع حسب تجربتي السابقة وهذا المساء، انك تزوره من السادسة مساء. طبعا الشمس تغرب هنا الساعة 8، فتجي من الساعة 6 قبل الغروب ساعتين وتقعد لين الساعة 9 او الى الساعة 10، راح تستمتع في هذا الشارع، شارع المشاوير العالم، اللي جالسين واللي يتمشون واللي يتبضعون واللي يتطاردون. هلا هلا. الشعب الكازاخي شعب منطلق ومحب للحياة، ودائما حتى نجد هذا في ثقافتهم، في ملابسهم، في كلامهم، شعب متحضر، شعب متكلم، شعب متحدث، شعب أنيق ويحب العرب بشكل عجيب. طبعا الشعب الكازاخي ما عنده أي عنصرية ضد العرب، بالعكس يحبون العرب، مرحبين بالسواح، يحبون السواح، يحبون الناس
فمستحيل تلقى واحد من كازاخستان ينظر للعرب بنظرة غير جيدة. بالنسبة للأمن والأمان، الأمن والأمان في كازاخستان شيء عجيب، بلد آمن. شوف الآن الساعة 10 وثلث العالم كلها تتمشى، لا تنسون أغلبهم يروح مشي للبيت على رجلينه واللي يركب باصات، فالبلد آمن من ناحية النقاب. أما بالنسبة للنقاب والحجاب، البلد متقبل لجميع الديانات وشعب مسلم. في كازاخستان الشعب هنا مسلم، بالعكس يعني نقاب حجاب عباية كلها مقبولة. ولا أبو خالد؟ إلا والله. نعم صحيح. في من الشعب الكازاخستاني متحجب لا يلبس نعم. العباية السوداء. شاهد لأن شعب مسلم. نعم. شعب مسلم وشوفناه كثير من الكازاخستانيات لبسات الحجاب. صحيح. فما عند أي واحد بيزور المنطقة، وكثير من السعوديين زاروها العام الماضي وقبل العام، والخليج أيضا بالحجاب بالنقاب ما عندك أي مشكلة ولا لا؟ لا ما في أي إشكالية بالموضوع هذا كله. الله ينعم عليك. أي لا فيو أبو خالد. أي لا فيو تو. Thank you. برد برد العالي برد. تدري بكم هذا كله؟ البلد رخيص، هذا كله ب4 ريال رخيص البلد. ثانك يو برادر، ثانك يو. والله ان هذه من الديار اللي انا احبها بالحيل يا ابو خالد، مستانس على كازاخستان واهلها. اي والله بلد جميل، بلد جميل واهله جميلين وكل شيء جميل وكل شيء نظيف صراحه. مشهد. نعم.